هذاك الدري تبع عبد الحمد كان عند عمته مشى عند عمته في ليلة طايح عنده بدا هو كاين عندي واحد الشويه ما جاش في الليل قلنا راه كاين عند عمته النهار الاخر مع الصباح ديال الشعاله ديك الليله الكحله اللي حنا ما فعلتناش نديرو هذاك الشيء كاع ما عندناش كاع في هذيك العاده تاع الشعال وتيديروها للناس اللي هما مرات واللي الناس اللي هما عندهم فيها الغاره تيديرو فيها اجرامات تيديرو فيها سرقات تيديرو فيها ومديونهم بحال هاد الناس كيتاو على هاد الدري هذا اللي هو شاب رخي ما عنده علاقه لا بالمخدرات لا بتا شي حاجه. عاودوا ليك الواقعه كي وقعت يعني كي طرا بيناتهم واش كيعرفوهم واش ما كيعرفوهمش؟ حنا ما تنعرفوش هاد النوع هذا هاد النوع هذا حنا ما تنعرفوش تنسمعوا من بعد ملي وقعت الواقعه تنسمعوا حنا بولد الشيخه تنسمعوا ولد ضربوا ولد الشيخه ضربوا ولد الشيخه ضربوا ولد الشيخه ضربوا ولد الشيخه واحد اخر سميتو فاضل وكاينين هما اربعه اخرين اللي هو اللي بغيت نقول انا السلطه انا تنشكر السلطه تنشكر سيدنا تنشكر السلطه ثاني مره اخرى ومره اخرى انما السلطه اللي تتصنت ليا انا وتتصنت الناس اللي هما تعداو على داك الدري ولا اهلو ولا شي حاجه كاين فرق ديال الهضره كاين فرق بزاف من توصلت انا بالخبر جا عندي واحد السيد طم الدار انا خارج من الجامعه جا قال لي راه تنقلب عليك باش ما قال لي ملي جيت عندي ترى ما خبر شوف ما دارين قلت له جيب لي واحد الخبر ماشي هكاك شنو هو قال لك انا راه هو جيب لي قلت له اجرك الله في الدري عندك اش تقول قال لي تنقول لك اجرك الله امين قال لي راه كاين من الولايه قلت انا ما كاين في كاين دابا الدري عندي قال لك قلت راه زوج السبيطار البارح في الليل ديال الشعاليه كانت ليل الشعاله داو السبيطار داو ميت كنت انا ملي مشيت للولايه شي يقول لي دوك الناس اجرك الله ولدك ملي مشيت مع داك السيد للولايه جيت في هضرت معاهم جوج كلمات رجعت وفعلا قالوا لي نفس الهضره قالوا لي اجرك الله كنت فمهم اش مشيت للسبيطار اللي هو سبيطار محمد السادس كاين في مراكش تنتفاجئ بان الدري كوما ما لقيتش عنده سبرجيلتو ما لقيتش عنده مكانتو ما لقيتش عنده الكورميت ديالو ما لقيتش عنده خاتمو هاد المسائل بربعه شانيهم اثمنه دارت الهضره الناس البوليس داروا شدوا الكاميرات اللي كاينين تما الناس الشهود اللي كاينين وشهدوا عند القانون بانما هذاك هما اربعه الناس اللي بان دروكا هو ولد الشيخه وهذاك فاضل هذاك ولد الشيخه قال لي ضربوا بحديده وضربوا بافيا راسو هادشي اللي عندي انا في الوراق اللي تنكتب انا ان شاء الله ندلي بهم القانون الا ما لهذا خاصة القانون يتجه يشوف النظر في هذه المسألة هذه تاع هاد الناس باش ضربوا ضربوه بحديدة وضربوه بحجرة وهذاك الآخر سميتو فاضل شعل فلامة وتشنا ليه فالدري طيح تيخرخر بالدمايات هذا هضرت الشهود ماشي هضرتي يعني. أنا حتى أنا ما كنتش